حفرت اليابان اسمها في تاريخ البطولة في باب الإنجازات الكبيرة كتحقيقها للقب 4 مرات، ولكنها لا تريد على الإطلاق أن يكتب اسمها في باب أكبر المفاجآت، وهي تلاقي المنتخب الفيتنامي الصاعد. وحققت اليابان انتصارات باهتة في دور المجموعات بالفوز على تركمانستان وعلى منتخبنا الوطني بمساعدة تحكيمية، وعلى أوزبكستان أيضا بفارق هدف وحيد، ثم قدمت عرضا مثيرا للتساؤلات أمام السعودية في دور 16 رغم فوزها بهدف مبكر للمدافع تاكاهيرو تومياسو، حيث خسرت الاستحواذ لصالح الأخضر بنسبة وصلت إلى 76.3%، وهو شيء لا يليق ببطل آسيا 4 مرات. ولكن ذلك لا يبدو مقلقا لمدرب اليابان هاجيمي مورياسو، الذي بدا سعيدا بعد المباراة وهنأ لاعبيه على الفوز مبديا احترامه لمنافسه الفيتنامي في ربع النهائي. وقال مورياسو: منتخب فيتنام يملك دفاعا قويا وسرعة ارتداد من الدفاع للهجوم، ويلعبون بنفس الأسلوب، ونود أن نلعب أمامهم بشكل جيد، ويكون لدينا دفاع صلب أيضا أمام فريق يضم العديد من المواهب في الهجوم، ويجب أن نعي ذلك جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. الترشيحات تصب لصالح المنتخب الياباني، والترشيحات ذاتها صبت لصالح المنتخب الأردني، فهل تصدق هذه المرة أم يواصل المنتخب الفيتنامي مسلسل مفاجآته؟